السلام عليكم بناتي الغاليين، وحشتوني وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. النهارده ان شاء الله باذن الله بناء على طلبكم هصور لكم شقه العريس. ان شاء الله باذن الله ربنا يتم له بخير ويتم له التمام الفدائيه على خير يا رب. هنا ده الانتريه، هنا ده النيش، هي طبعا يا جماعة متجوزة في بيت عالي صراحة، جيتها كلها حلوة ما شاء الله عليه. عرستنا ربنا يا رب يتم لهم كده التمام على خير. واهم حاجة بردك الرضا، طالما الانسان راضي وان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمه وهيدي ربنا كده يكرمهم من وسع ان شاء الله باذن الله. رقم الافطار هنا كده، دي غرفة النوم، ده الدولاب، هنا كده المطبخ، ده المطبخ،
وريكم برك باقي الحاجة تاني كلها مخزناي. ده برميل بردك جيباه ربما المية تقطع ولا حاجة، تملاه خزين التلاجة الفريزر شوكولاتات وبرجر وكوكي كنتاكي وحمام وبط كبد، يعني كل المجمدات ولحمة وسمك برك. ده الأكل بتاعها العشاء بتاعها برضه فوق العريس. من التربو من كاكاو من نسكافيه برضه من كل حاجة، من فانكوش من فشار من عسير من حماير كيكة من الخميرة الفورية البيرة من كل حاجة برضه.